سبحان الله الذي يصلي بين يدي الله ويسجد ويركع بين يدي الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يبشر بشيء عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إخواني أبشركم بشارة أخرى، وأبشر المشاهدين الذين يسجدون بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يثني عليه في القرآن لأنهم قد داوموا على هذه الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون. سبحان الله، بل الله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.